السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا اليوم من المطبخ الصيني، رح نقدم كانتون اللحم مع الخضار، وبيتقدم بالعادة الرز الأبيض بجانبه. مقادير طبقنا: نص كيلو لحمة مقطعة شرائح، أنا عم بستخدم لحمة عجل، ممكن تستخدموا لحم البقر. فلفل ألوان مقطع شرائح، كمان ممكن نستخدم لون واحد حسب المتوفر. أكواز الذرة الصغيرة إن توفرت. طماطم مقطعة قطع صغيرة. بصل مقطع شرائح. جزر مقطع شرائح. 3 حصوص من الثوم مقطعة قطع صغيرة. زيت نباتي. الخطوة الأولى عندي رح قلب الخضار بشوية زيت نباتي. لازم اتأكد انه الزيت عندي صار حامي، وقلي الخضار على درجة حرارة عالية، لانه انا ما بدي اطبخهم، مجرد بدي اقلبهم تقليبة. رح اتركهم على النار وقلبهم مدة 5 دقائق. بعد مرور ال5 دقائق عم برفع الخضار من على النار. نفس المقلاية اللي حمينا فيها الخضار رح نزل فيها اللحمة. يفضل انه اللحمة ننزلها على مراحل، اذا كان عندكم الوعاء صغير نزلوها على مراحل، انا عندي الوعاء كبير شوي بقدر نزل الكمية كلها. انا هلأ ما قلبت اللحمة ابدا لحد ما شفت بدأ ياخد عندي اللون البني، ودرجة الحرارة كتير عالية، لأني أنا ما بدي اللحمة تنزل المي اللي فيها. بعد ما نضجت عندي اللحمة رح ضيف البصل، ضيف الثوم، رح قلبهم حوالي 3 دقايق ليدبل البصل عندي شوي بس. هلا رح نضيف الطماطم. مقادير عمل الصوص: معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقة كبيرة نشا، ربع كوب لنص كوب صوص الصويا، أنا مستخدمة صوص الصويا الحلوة، اللي مستخدم المالحة يضيف نص معلقة سكر، ربع كوب عصير الليمون، ملح حسب الرغبة، ربع معلقة زنجبيل، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة فلفل أسود، وربع معلقة قرفة. عندي هون بهارات الكانتون، اللي مو متوفرة يضاعف هدول المقادير، وممكن يضيف عليهم إضافة القرنفل والشمرة. رح ضيف كل المكونات مع بعض. رح ضيف عليهم بس نص كاسة مي باردة. حرك منيح لحد ما يدوب النشا عندي. هلا رح ضيف الصوص اللي حضرناه واتركها تقريبا مدة 5 دقائق قبل ما ضيف الخضار عليها. بعد ما بدأ يغلي عندي المزيج رح ضيف الخضار. رح نزل درجة الحرارة للمتوسط وغطيها واتركها 10 دقائق بتكون جاهزة. طبقنا صار جاهز. مقادير الوصفة بالتفصيل بتلاقوها بصندوق الوصف. لايك للفيديو إذا حبيتوه، والاشتراك بالقناة ليوصلكم كل جديد. وصحة وعافية.